الشاي ولا ايه الشاي؟ عملت لنا بقى كوبايتين شاي في الخمسينة، انما ايه هيعدلوا دماغك؟ اه والله يا ولاء، ده جت في وقتها كوباية الشاي المظبوطة بتاعتك دي، ده انا دماغي قد كده، مش شغل والحسابات طول النهار في الشركة. هنعمل ايه بس يا حبيبي، اديك شايف مصاريف البيت والعيال، ده غير الاسعار اللي ولعت وبقت نار، ده كل يوم الاسعار بتزيد عن اليوم اللي قبله. ده انا بنزل السوق وفي ايدي 200 جنيه يا دوب في ثانية، ما الاقي نفسي ما جبتش اي حاجة وال 200 جنيه طارت. ايه ده يا ترى، مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ ايه ده، حماتي؟ تعالي يا حماتي، تعالي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي يا منى. تعالي يا ماما، تعالي يا حبيبتي اتفضلي. ازيك يا عزت، ازيك يا حبيب امك. قال لي يا واد ما عدتش عليا يعني وانت طالع من الشغل. طالع يا اخويا على ولاء على طول، ملهوف عليها قوي، ولا تكون قالت لك ما تعديش على امك؟ لا حول ولا قوه الا بالله، هو انا يا حماتي يعني هقول له ما تعديش على امك ليه يعني؟ هو انت درتي؟ ده انت امه. اهو انتوا كده ما تشوفوش بعض الا ما تبقوا عاملين زي نائر ونقير. والله يا ماما انا اللي جاي تعبان من الشغل، ما قالتليش لا تعدي ولا ما تعديش، انا اللي طلعت على طول من كتر التعب. ده انا بس يا دوب اتغديت وبشرب لسه في الشاي اهو، وحتى هشرب الشاي ومش هلحق اقعد، يا دوب انزل بسرعه عشان الحق شغلانتي التانيه. ما انت عارفه ان انا بشتغل شغلانتين عشان اكفي مصاريف البيت والاولاد. ربنا يعينك يا قلب امك ويرزقك كمان وكمان، ويرزقك برزق اختك الغلبانه دي. اه منى اختي عروستنا الحلوه، تعالي يا منى اقعدي. واقفه ليه؟ روحي يا حبيبتي اقعدي جنب اخوك حبيبك، وقولوا له على كل الحاجات اللي ناقصاكي، ووري له الورقه اللي معاك اللي انت كاتبه فيها كل الحاجات اللي ناقصه. حاضر يا ماما. اسمع بقى يا حبيبي، خطيب اختك جهز الشقه وعمل كل حاجه وعمل كل اللي طلبناه منه، والدور علينا احنا بقى نخلص الحاجات اللي ناقصه، اختك ناقصها لسه شويه حاجات، وهي كاتباهم لك في الورقه اللي في ايديها دي. بص كده في الورقه وشوف الحاجات دي هتقدر تجيبها امتى، انت عارف ما عادش حاجه على الفرح يعني، فاضل على الفرح شهر بس، يا دوب نلحق نجهز نفسنا. طبعا يا ماما طبعا، عينيا ليها. قولي لي بقى يا حبيبتي ايه اللي ناقصك بالظبط؟ بص بقى يا عزت، انا كل اللي انا ناقصني كتبته لك في الورقه دي، وهقول لك عليهم برضو. انا عايزه نص دست ملايات سرير، وكمان زيهم فوط، وكمان عايزه ست دست. معلش يعني يا جماعه، معلش لو بقاطعكم في الكلام، هو انت يا حبيبتي عايزه ست دست من كل حاجه ليه يعني؟ هتجيب 72 ملايه سرير و72 فوطه، هتعملي ايه بده كله؟ وانت مالك انت يا ست هانم يا شملوله، هو حد قالك تدخلي ولا خد رايك في اي حاجه؟ وبعدين اخوها حبيبها هو اللي هيجيب لها، انت مالك انت؟ طلعي نفسك من الموضوع، كملي يا حبيبه امك، قولي كل الحاجات اللي ناقصاكي لاخوكي. وعايزه كمان الاير فراير والتكييف، التكييف يا عزت اوعى تنساه، وكمان التلاجه الكبيره قوي دي والديب فريزر. بالراحه بس يا حبيبتي بالراحه، انت طبعا هتتجوزي في اول الشتاء يعني مش هتبقي محتاجه التكييف. انت عارفه يا حبيبتي التلاجه الكبيره اللي انت بتقولي عليها دي بكام؟ دي ب 40000 جنيه، وبعدين التكييف على العريس. اسكت انت يا ولاء لو سمحتي، انا هجيب لها اللي هي عايزاه، بس بالراحه يا جماعه نتفاهم كده بالعقل. لا يا حبيبتي وانت الصادقه، التلاجه الكبيره ب 50000 مش ب 40. معلش يا منى اصلها معذوره، ما هي ما اتجوزتش بالحاجات دي ولا اهلها جابوها لها، ولا تعرف حاجه عن الحاجات دي، دي كانت جايبه حبه عزال كده ايه عره. الله يسامحك يا حماتي، انا مش هرد عليكي، بس عموما اهلي جهزوني باللي بيقدروا عليه، لا حملوا نفسهم فوق طاقتهم ولا انا طلبت طلبات كده هم ما يقدروش عليها. هو انا يا بنتي مش قلت لك اسكتي انت وما تتدخليش؟ حاضر يا حبيبتي انا هجيب لك كل اللي انت عايزاه، عينيا الاثنين ليكي يا منى. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما تحرمش منك ابدا. شفتي شفتي يا بنت، انا قلت لك اخوك هيجيب لك كل اللي نفسك فيه. يلا يا ماما يلا عشان ننزل. بقول لك ايه يا عزت، الورقه معاك اهي، ولو افتكرت اي حاجه تانية غير اللي مكتوبه في الورقه هبقى اقول لك عليها. طبعا حاضر يا حبيبتي حاضر. يلا يا بنت يا منى عشان ننزل شقتنا، وانت يا ست هانم بعد كده ما تبقيش تتدخلي في الحاجه اللي مالكيش فيها. انا عاوز افهم حاجه، هو انت معاك فلوس لكل الحاجات دي؟ والله يا ولاء ما معايا اي فلوس، ما انت عارفه كل حاجه وراسي على البير وغطاء. امال انت هتجيب ده كله منين؟ عمال تقول لهم حاضر وطيب ونعم وهجيب كل حاجه، منين بس فهمني. يوه وبعدين معاكي بقى يا ولاء، مش طالبه زن دلوقتي. تعالى هنا كلمني، رد عليا، عايز اعرف، لازم افهم انت هتجيب الفلوس دي منين. بقول لك رد عليا، ما تسيبنيش كده. عايزه ايه يا بنتي وبتتدخلي ليه في اللي مالكيش فيه؟ هو انا قلت لك ادفعي حاجه ولا طلبت منك حاجه؟ وبعدين انا هقدم على القرض تبع الشغل بتاعي، وان شاء الله اول ما يجي هروح اصرفه، وهجيب لها يا ستي كل اللي هي عايزاه. كارد ايه يا عزت اللي بتقول عليه؟ هو احنا عارفين نعيش ولا مكفيين مصاريفنا عشان تقول لي كارد؟ وازاي هتقدر تسدد الكارد ده؟ ما تفهمني. هعمل ايه يعني بس قولي لي، هو انت عندك حل؟ ما هي يتيمه وابوها ميت وانا اخوها الكبير يعني في مقام ابوها، عايزاني اكسر فرحتها واكسر بخاطرها؟
يا سيدي ما قلتش كده، بس بقول يعني نمشي على قدنا ونجيب حاجات على قدنا، مش لازم يعني تجيب كل الحاجات اللي هي بتقولك عليها دي. يعني ايه ست دست من كل حاجة، وتلاجة من الكبيرة وتكييف؟ ما تجيب تلاجة من العادية، على قد فلوسنا الحاجات دي يا عزت هتبقى كتير جدا عليك، مش هتقدر تجيبها. ما تنساش ان انت عندك عيال ومسؤولين منك ومحتاجين، وبيتك محتاج مصاريف. يا ست لما ابقى اطلب منك حاجة ما تبقيش تساعديني ولا تديلي، انا لا هزعل امي ولا هقدر اكسر فرحة اختي، اطلع انت منها بس يا شيخة. لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ناسيين ان عنده بيت وعيال ومصاريف ومسؤوليات، وجايين يرموا عليه كل الحمل. لا وكمان مش رحمينه. يا جميل يلي هنا ما بقينا لوحدنا، كلمني واكلمك. ياه اخيرا خلصت تنظيف الشقة، اما ادخل بقى عشان اعمل الغدا عشان عزت زمانه جاي من الشغل. السلام عليكم يا ولاء. ايه ده عزت انت جيت بسرعة يعني؟ جاي بدري. ثواني يا حبيبي هدخل اعمل لك الغدا. لا جهزي براحتك، انا مش جعان ماليش نفس. مالك يا عزت وشك ماله كده، مالك متنكد كده ليه؟ يا ستي مفيش حاجه، سيبيني في حالي بقى وروحي خلصي اللي انت بتعمليه. اخليني في حالي ازاي بس؟ انا لازم اعرف هو في ايه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اعمل ايه بس؟ اعمل ايه في المصيبه دي؟ استهدى بالله بس كده يا حبيبي وفهمني في ايه. صحيح عايز اقول لك حاجه قبل ما انسى، في جواب جالك كده من البنك بس انا ما فتحتوش. يا نهار اسود، هما كمان بعتوا جواب على هنا؟ جواب ايه ده يا عزت انت قلقتني. ما دفعتش القرض الشهر اللي فات ولا الشهر ده، والبنك بعت لي انذار. بس طمني، انا سالت وقالوا لي مفيش اجراء يعني بيتاخد غير بعد القسط الثالث لو انا ما دفعتوش يعني. قصدك يعني انك مش هتتحبس غير بعد القسط الثالث؟ هتتحبس وتسيبني انا والعيال؟ يا ستي فعل الله ولا فالك، حبس ايه بس؟ انا سالت كده ولقيت في راجل طيب بيدي قروض برضه بس بفوائد يعني قليله مش كتير، هاخد منه قرض واسد القرض بتاع البنك الاولاني ده خالص، واتفرغ بقى للقرض التاني ده اسده براحتي. قرض تاني يا عزت؟ وقرض يجيب قرض ونفضل في الدوامه دي مش هتخلص، وتتسجن وتسيبني انا والعيال؟ يا ما نصحتك وقلت لك بلاش، قلت لك نمشي على قدنا ونجيب اللي على قدنا، حسبي الله ونعم الوكيل. امك هي السبب في كل ده. يا ترى مين اللي بيخبط علينا؟ يا رب تكون هي، عشان تعرف هي وصلتنا لايه. ايه يا ست ولاء، جوزك كل يوم يطلع كده ياخد بعضه ويطلع يقعد في شقته، ما بيعديش عليا ولا بيعبرني. تكونيش قايلاله ما تعديش على امك. اهلا يا حماتي، كويس ان انت جيتي، تعالي عشان تشوف المصيبه اللي ابنك فيها. مصيبه ايه يا واد؟ كف الله الشر. مفيش حاجه يا ماما، ما تشغليش دماغك بالكلام اللي ولاء قالته. ما تشغلش بالها ازاي؟ ما هي السبب في كل اللي احنا فيه. ما هي لازم تعرف ولازم تشوف معانا حل. اتفضلي يا حماتي، ابنك هيتحبس. يتحبس يا مصيبتي؟ في ايه يا ابني؟ قول لي يا ابني يا حبيبي ايه اللي حصل؟ الكارد يا ماما، الكارد اللي انا جبته بقالي شهرين ما سددتوش ومش قادر اسدده، والشهر الثالث اللي جاي ده لو ما سددتوش هتحبس، هيسجنوني. اتفضلي بقى يا حماتي حللنا المشكله، مش انت السبب؟ يا ما قلتلك نمشي على قدنا وبلاش كل الحاجات اللي انتوا جايبينها اللي ملهاش لازمه دي. مش هيجرى حاجه يعني لو كل واحد جاب على قده ويجيب على قد ما قدرته. عندك حق والله يا بنتي، يا ريتنا كنا سمعنا كلامك ومشينا على قدنا. اهي كل الحاجات الكتيره قوي اللي احنا جبناها دي هتعمل لنا ايه دلوقتي في الورطه اللي احنا فيها دي؟ على رايك ما كانش له لازمه التكييف والتلاجتين وال72 فوطه و72 ملايه، كل الحاجات دي ملهاش لازمه. طب انت دلوقتي يا ابني هتعمل ايه وهتتصرف ازاي؟ مش عارف يا امي اعمل ايه، دبريني. انا شايفه يا ابني الحل دلوقتي في ايد مراتك، تبيع ورثها بقى في بيت ابوها وتجيبه، وانت تاخده تسد القرض ده خالص وترتاح منه نهائي. ده انا سمعت ان هي طالع لها ورث كبير قوي من بيت ابوها، تبيع ورثها لاي حد من اخواتها ولا حد غريب وتجيبه لك يا ابني تسد بيه ازمتك. ما هي مش معقول برضه هتتخلى عنك، ده انت ابو عيالها، مش هتسيبك تتسجن برضه. ايوه يا ولاء، الحل في ايدك انت دلوقتي. طبعا الحل في ايدها، لازم تبيع ورثها، امال يعني هتتخلى عن جوزها ابو عيالها؟ ايه رايكم لو عندكم حل للمشكله دي قولولي. عايزين ابيع ورثي، الحاجه اللي طلعت بيها من الدنيا ده، دي الحاجه اللي انا حاسه ان انا بامن بيها نفسي عشان اسدد لهم جهاز اخته اللي انا ياما نصحتهم وقلت لهم بلاش الحاجات الكتيره قوي دي، نجيب على قدنا. وعلى يدكم كانوا بيقولوا لي ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه، ولما نحتاج منك حاجه ما تبقيش تساعدينا، انت مش هتجيبي لنا من جيبك. دلوقتي عايزين نبيع ورثي وادي لهم كل اللي عندي، دلوقتي عايزين نساعدهم. يا ترى رايكم ايه؟ اعمل ايه؟ انقذ جوزي من السجن ولا تمسك بورثي، ورثي من ابويا اللي طلعت بيه من الدنيا؟ قولوا لي يا اخواتي اعمل ايه.